اهلا بيكم في نيوز روم في الجول. هنا هنناقش الموضوعات اللي في العادي بنتكلم عنها في غرفه التحرير في الجول، بس المره دي هنتناقش فيها معاكم وهنستنى ارائكم ومشاركاتكم. اول الموضوعات اللي دايما بنتكلم عنها، مين الافضل في تاريخ كره القدم، مارادونا ولا ميسي؟ خلينا نبتدي معاك يا اسلام، بما انك اسمك كولومبيا وامريكا اللاتينيه بقى كلها تحت سيطرتك، مين احسن؟ بص، بالنسبه لنا كاسلام كولومبيا فهي مارادونا افضل من ميسي. ليه؟ هحسبها لك في مقارنه سريعه بين الاثنين. مارادونا نجح مع ثلاث فرق بشكل مختلف، وكل ومنهم اثنين في الارجنتين، منهم ارجنتينوس جونيور، الفريق اللي كان دايما بينافس على الهبوط، خلاه فريق بينافس على لقب الدوري وخد معاهم المركز الثاني. بوكا جونيورز قدر يحقق معاهم لقب الدوري، نجح مع نابولي ان هو يخليه من فريق وسط في الترتيب وفريق محدش يعرفه، مش معروف اكتر على مستوى العالم، خلاه واحد من اكبر المنافسين في الكره الايطاليه ومنافس شرس جدا حتى على المستوى الاوروبي في اقل من 5 سنين. الناحيه الثانيه ليونيل ميسي، مسيرته كلها ونجاحاته كلها مع نادي واحد، حتى في ناس بتحاول تنسب الفضل للعيبه ثانيه او حتى للمدربين سواء جوارديولا او الاسماء اللي دربت برشلونه في السنين الاخيره. على مستوى المنتخب الارجنتيني، الاثنين كسبوا كاس العالم للشباب، يمكن حتى ميسي متفوق ان هو معاه ميداليه ذهبيه للاولمبياد بكين، لكن على مستوى كاس العالم للكبار مارادونا معاه كاس العالم. كاس العالم اللي مارادونا كسبه سنه 86، الاكثر الناس بتشوف ان في شخصيه مارادونا هي اللي كانت طاغيه وهي اللي قادت الارجنتين للفوز بالبطوله. هي مارادونا احسن في المعايير اللي حطيتها، بس هو في معايير تانية. يعني مثلا لو معيار كاس العالم ده المعيار الوحيد او احسن معيار بنقيس عليه، فهو مثلا ممكن يظلم باولو مالديني، وكان واحد زي ماركو ماتيرازي. باولو مالديني ما كسبش كاس العالم، ماركو ماتيرازي كسب وكان بطل من ابطال ايطاليا يعني. بس كاس العالم مش المعيار الوحيد، هو معيار يعني، هي حاجه طبعا بتحتاج ديجو مارادونا، بس الاستمراريه معيار. الاستمراريه دي موجوده عند ميسي وموجوده عند ديجو مارادونا. الفرضيه اللي انت بنيتها على حاجتين، الحاجه الاولانيه الجزء بتاع كاس العالم، بالظبط كاس العالم هو معيار مهم جدا، هو طبعا معيار مهم بس هو مش المعيار الوحيد. النقطه الثانيه انك افترضت جدلا ان ميسي لو كان اخذ طريق مارادونا ما كانش هيجي. ممكن شخصية ميسي لو جينا نشوفها مع شخصية مارادونا، هل هيقدر ينجح بنفس النجاحات اللي حققها مارادونا؟ لا، بس نابولي دلوقتي بينافس على الدوري، بس هو رامي بما انه بيشجع مانشستر يونايتد وده دلوقتي من فرق القاع في انجلترا، فهو يقول لنا بقى ميسي دلوقتي لو راح مانشستر يونايتد تاخد الدوري؟ لا اكيد مش لوحده يعني، بس ميسي يبقى ميسي يعني. انا لو نرجع بس امير الاول كده هجاوب لك على السؤال ده، لو قلت لي ميسي ولا مارادونا هختار ميسي على طول. في اي وقت انا هختار ميسي يعني، انا شفت معجزات. انت عايز يروح مانشستر يونايتد بجد يعني؟ يجي والله، مش هقول اكيد مش هقول لا يعني. اي حد ده مختار طبعا ميسي عشان خاطر النهائيين بتوع دوري ابطال اوروبا يعني، هو مش هختار انا بريو فيردناند وحطها في فانز. انا مختار ميسي، انا مختار ميسي. ايوه انا مزحها في كازيس، فاكر في كازيس، بس مزحها كازيس. كان في باك ليفت مع فابيو كابيلو، نسيت اسمه، ميجيل توريس. ميجيل توريس، ايوه تقريبا. لا زكي مش موجود بقى. ميجيل توريس، ميجيل توريس، هو ميجيل توريس. لا، ليونيل ميسي بطاقه في الارض. لا بس هو عامه يعني، معلش من غير مقاطعه، بس هو طبعا الفريق نقله ثانيه جدا، اللعيبه هتاخد ثقه يعني. خلينا اديك مثال بسيط، لما كان ابراهيموفيتش موجود كان اللعيبه واخده ثقه، بتدي له الكوره، عارف، في حاجه. فخدت الدوري الاوروبي، فخلى دوري اوروبي. ايوه خد. ايوه طولة. ميسي ممكن يعلي على فكره، ميسي هيعلي الفرقه جامد جدا، انما هو لوحده لا، لانه ببساطه زي ماتش ليفربول مثلا يعني، ممكن ميسي يجيب هاتريك والدفاع هو اللي يصنع الاجوان. برضه مارادونا اول سيزون ليه مع نابولي ما خدش الدوري، اول سيزون قفلوه تاني صح؟ بس بعد كده اشتروا له شويه لعيبه، دعموا البروجكت يعني زي اي نادي محترم في الدنيا، فقدر ان هو يكسب الفرقه. بس انا هقول لك على حاجه بقى، انا رايي في الموضوع ده، هو انا بصراحه فعلا هو مارادونا كاريزماتيك وشخصيه، ودي يتفوق فيها على ميسي، ومش متهيألي مش مارادونا بس اللي بيتفوق فيها على ميسي، ما كريستيانو رونالدو برده شخصيه وكاريزماتيك اكتر من ميسي. بس ميسي زي ما قال كده عز، وانا دي فعلا اكتر نقطه انا ممكن اشوفها يعني بنخليها ميسي فعلا افضل من اي لاعب تاني حتى رونالدو نفسه، هي فكره الاستمراريه. الاستمراريه دي دلوقتي فعليا ما بينافسش فيها ميسي غير كريستيانو رونالدو. بس لما هتيجي انت تقيم بشكل عام بقى انجازات وبطولات مع الاستمراريه، طبيعي ان انت هتروح لكفه ميسي.
ميسي فعليا بيلعب بنفس المستوى من ساعه اول ماتش ليه في كامب نو من 15 سنه. هو نفس ميسي بيقدم نفس الاداء وبيقدم نفس يعني ايه نفس الفعاليه بالظبط. حتى لو بيتغير في الجسم طبعا وبيبقى ابطا وبتاع. فانا بتكلم في حته ان ليونيل ميسي امكانياته لا كانت تؤهله ان هو يعمل كل حاجه. انا فعلا متفق معاك بس حته الشخصيه. من شخصيه دييغو مارادونا غير الكاريزما وشخصيه دييغو مارادونا هي قياديه جدا. يعني هي اكيد 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 اميز من ليونيل ميسي. يعني انا متهيألي دييغو مارادونا ده اعظم لاعب في تاريخ الارجنتين. اعظم لاعب في التاريخ بالنسبه لي انا ليونيل ميسي. بس كارجنتيني طبعا دييغو مارادونا. ما دي شخصيه اللي هي شبه بتاعت الارجنتيني شبه الارجنتينيين يعني. وهو اصلا انا متهيألي كمان ان ميسي واخد كاركتر اللعيب الاوروبي مختلف تماما عن مارادونا. يعني مارادونا هو فعلا لعيب من الارجنتين صرف بالظبط. انما ميسي راجل اتعلم في اسبانيا شاف ظروف حياتيه مختلفه خالص عن اللي شافها مارادونا. مارادونا اتربى في في في, في افقر احياء الارجنتين. طلع لاعب في الارجنتين الاول قبل ما ياخد الخطوه بتاعه برشلونه. فهو فعليا هو ابن البلد. والعقليه بقى كمان يعني بعيدا بقى عن الاستمراريه في العقليه. يعني زي ما بنقول ان ميسي واخد فكره ستايل اللعيب الاوروبي. فالراجل ده كل يوم في التمرين عادي زي يعني نفس الفكره برضو بتاعت كريستيانو رونالدو. الناس بتقعد تقول لك ازاي كريستيانو رونالدو كل يوم هو دلوقتي عنده 34 سنه بيروح التمرين وبيتمرن وفي اجازات وبتاع. ميسي نفس العقليه دي. هو الراجل موهبه ما فيش زيها في العالم. بس مع ذلك الراجل برضو ملتزم في التمرينات وعلى طول بيحضر وعلى طول بيلعب بيشارك. ما فيش يعني ما سمعتش قبل كده ان هو صدر مشكله لبرشلونه عكس مارادونا. مارادونا صدر مشاكل لبرشلونة وهو ده اللي خلاه يمشي من برشلونة. لما راح نابولي صدر مشاكل لنابولي وكاس العالم 90 هو اصلا مشي من ايطاليا بسبب ايه؟ بسبب المشاكل اللي كانت مع جمهور ايطاليا والتصريحات اللي دايما كانت بتعمل له ازمات هناك. ومؤخرا بقى فكرة المخدرات. فهو العقلية بتاعته ما خلتوش يكمل في الملعب اكتر من كده. وحتى الراجل لما جات له فرص بعد 90 كان بيضيعها. ممكن اقول هنا حاجه. انا بشوف ان انتوا اللي انت بتقوله ده يعني شرح لظروف ميسي واللي هو بيقوله شرح لظروف مارادونا. هو حالتين مختلفتين. ده ما بينقصش من ده او بيزيد من على ده ولا بينقص من ده ولا بيزيد من ده. تمام. انا في رايي انا زي اولا متفق معاك في حته ان مارادونا الافضل في تاريخ الارجنتين. ميسي الافضل في تاريخ التاريخ كله. يعني اي حد هيقارن بميسي لو ما حد لو اللي بيختار ما اختارش ميسي فلازم يكشف على القوى العقليه. مش بقول لا ميسي ما يعني كفايه ان هو بيتقال عليه مهكر كوره مقفل اللعبه عمل كل حاجه. كون ان هو اخر شوطه قدام المانيا جت جنب العارضه ما جاتش جول فما خدش كاس العالم فده مش هيخليه يقول ان هو لا مارادونا احسن منه. انا لو هختار لاعب يكون لو انا بشجع فريق ومنافس حقيقي على اللقب وعايز اختار واحد ما بين ميسي او مارادونا فانا هختار ميسي لان هو هيجيب لي اللقب. لكن لو انا فريق مش موجود على الخريطه وعايزه يتوجد ويكون يناطح الكبار دول من اول وجديد هختار مارادونا عشان مارادونا هيقدر يقوم المشروع دوت بشخصيته اكتر من مهارته. هو ده الفرق الوحيد بين الاثنين. لو الافضل في التاريخ هو ميسي لكن شخصيتي المفضله اللي هختارها مارادونا وعلى حسب فريق اللي بشجعه مركزه ايه او موقفه ايه هقدر اختار انا محتاج مين من الاثنين معايا. انا في كل الاحوال اختار مارادونا صراحه. يعني ده اكيد عادته هتبقى حلو طبعا هقول معايا. لا هو كمان انت تحس ان مارادونا كده هو الشخص اللي بيقول الكلام او الاراء اللي انت بتخاف تقولها في الكوره. هو ما عندوش مشكله يطلع يقولها. ما عندوش مشكله يطلع يقول انا كنت عايز رونالدو في منتخب الارجنتين مش عايز ميسي. ما عندوش مشكله ان هو يطلع يقول راي شاذ انت بتخاف تقوله بس هو بيقوله عادي وبيدخل في الصدمات. ويمكن هو ده اللي بيخليه شخصيه محبوبه اكتر او شخصيه مش مهم محبوبه اكتر. لان يعني طبعا الكل بيشجعه برشلونه دلوقتي. لا بس هو محبوب اكتر كمان بالنسبه لي عشان هو بني ادم. يعني بحسه بني ادم عنده روبوت. مش روبوت بالظبط. التاني بينام بدري اكيد يصحى عشان يبقى اللعيب المثالي اللي يقدر يكسب كل الالقاب دي. عشان كده هو اللاعب المثالي. ايوه عشان هي دي من هنا جايه العقليه والتاريخ. بس لما هاجي اخرج مع شخصيه ثانيه خالص. طب خلاص يعني متفقين ان ميسي اعظم لاعب في التاريخ وهو ده اللي محتاجه مانشستر يونايتد. انا مش عارف مانشستر في الاول. بس مارادونا هو الشخص اللي تخرج معاه. زوار في الجول هنستنى تعليقاتكم ومشاركاتكم على الفيديو ده. هنشوف انتوا كمان مارادونا ولا ميسي بالنسبه لكم الافضل. ولو هتخرج مع حد هتخرج مع مارادونا ولا هتخرج مع ميسي. والاسئله اللي هتساله هتكون ايه. خلصنا مناقشه الموضوع ده. نقابلكم في موضوع تاني في نيوز روم في الجول.